والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة فاطمة خليل. مساء الخير فاطمة. أهلا بك رجاء رمزي، أهلا بك دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي اعتبارا من 15 مارس 2023. يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول الاقتصاد الرقمي. يتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 جنيه، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 جنيه. تأتي الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، ومع الإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية إنستا باي منذ انطلاقها. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن السوق المصرية سوق واعدة جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة لدخول المنتجات البترولية للسوق الأفريقية. جاء ذلك خلال لقاءات عدة عقدها الملا مع رؤساء ومسؤولي عدد من الشركات العالمية على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، من بينها لقاء الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون العالمية ورئيس شركة أباتشي الأمريكية ومسؤولي شركة EOG Resources بالإضافة إلى شركة فالكو إنرجي الأمريكية. كما التقى الملا رئيس شركة شلومبرجر العالمية والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجايز الفرنسية. شارك وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في جلسة وزارية تحت عنوان الجغرافيا السياسية والاقتصادية حقبة التقلبات ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك 2023 بالولايات المتحدة. وخلال الجلسة أكد وزير البترول على أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولية لمواجهة تحديات توفير موارد الطاقة واستدامة الإمدادات بالتوازي مع الحفاظ على البيئة في الطريق نحو التحول الطاقي الكامل، مشيرا إلى أن قطاع البترول المصري ينفذ حاليا العديد من المبادرات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل البترولي المختلفة. وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية من أجل التعاون في مجالات إنشاء خطوط إنتاج متطورة لتوطين تكنولوجيا تصنيع عدادات الغاز الطبيعي الذكية ومسبقة الدفع. وعقب التوقيع أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز الشراكات مع الخبرات المتخصصة والتعاون لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي وزيادة القيمة المضافة بمنتجات وطنية تحت شعار صنع في مصر. أعلنت هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأوراق المالية من أسهم وسندات وصكوك قد ارتفعت إلى 358 مليار و300 مليون جنيه خلال عام 2022 مقارنة ب 316 مليار و600 مليون جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 13.2%. أضافت الهيئة أن رأس المال السوقي للأسهم المقايضة بالسوق الرئيسي قد ارتفع بنسبة 27% خلال هذا العام، حيث بلغ نحو 961 مليار و200 مليون جنيه في نهاية عام 2022 مقابل 756 مليار و600 مليون جنيه في نهاية عام 2021. في سوق المال انهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات متوسطة. ربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,065 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 85% ليغلق عند مستوى 16,454 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3060 نقطة. وصعد مؤشر EGX
100 بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعد انخفاضها اليومين وسط تعطيل الإضرابات للإمدادات الوقود في فرنسا وتراجع مخزونات الخام الأمريكية وهبوط الدولار، وهي عوامل عرضت تأثيرات المخاوف من التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 1.36% لتصل إلى 82 دولار و71 سنت للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.47% لتصل إلى 76 دولار و72 سنت للبرميل، كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.13% لتصل إلى $2.77 سنت للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.55% لتسجل نحو $2.62 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. أوضحت وزارة العمل أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت نحو 21,000 إلى 211,000 طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع الماضي. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 195,000 طلب في الأسبوع الأخير. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا ورجائي لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.